هلا انا ليه سالتك اللون البشره؟ لانه هلا في بعض المراكز بقول لك انه قبل بعد ما تسبحي بعد ما تتشمسي بشهرين ثلاثه تعالي عشان ما تنحرق البشره. شو دخل السباحه لا لا بالليزر؟ لا دخل السباحه ولا دخل الحمام ولا دخل المي بالسباحه. عندنا شعرنا نقيم الشعر، البشره بتستجيب للليزر في ضوء او في لايت تستجيبي لها، وبنقدر احنا نكسر الشعره او بنقيب للشعره. بس هي احنا بننصح بعد ما تعمل ليزر باسبوع يعني ما تسبح، ما تروح على البركه، لانه البركه فيها كلور والبشره بتكون لسه متحسسه شوي، فيها احمرار من المسام بيكون فاتح تبع البشره. اكيد ما تروح فيها كلور وشغلات واشياء هيك، فهمت علي كيف؟ حتى تبعد عن شيء اسمه قلوي، شامبوهات قلويه للبشره، وتقيم التونيك والحليب والكذا والاشياء هيك، خلي البشره تكون تستقبل حلمه الشعر، فهمت؟ الليزر يستقبل حلمه الشعر ويستقبل كذا. في ستات انه نرجعهم بالنسبه للشيفينج، الشيفينج كثير 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 بيعمل كثره الشعر، يعني احنا عم نزرع شعره ورا شعره، يعني لما بنحلق دقنا 8 ساعات، اعطي اي واحد في وجهه شعر 8 ساعات حلق دقنه بكثير دقنه خشنه شوي. فاحنا بنعملها بنقول لها يا حبيبتي انت ما تروحي تسبحي بالمي، ما تتحممي، تحممي اوكي بس مي ما فيها كلور، المي اللي فيها الكلور هي اللي بتاثر كل كمان. كل المي فيها كلور يعني بتكون نسبه في الحمام اوكي نسبه الحمام شوي بتكون خفيفه اكثر من البركه. هلا في عمر معين بنبلش فيه بالليزر؟ عمر يعني بعد اكتمال الدوره الشهريه عند السيده من سن 14 ل 15 ل 16، حتى انا بفضل من 18 فما فوق بكون الجسم متكون كامله للست، وبنقدر نشتغل لها لايت وليزر، بيكون الهرمونات نعم بالجسم اخذت وضعيتها. فبتبلشوا بالليزر يعني مش 16 أكيد او 15 أكيد أكيد. في بنات عم ببلشوا صغار فلازم لا لا يعني قبل 12 و13 وشيء هيك، يعني بعد ال 15 16 17 بكون افضل للوضع هذا للست. وحتى معظم الصبايا الايام هاي من 18 ومن 19 عم ببلشوا في إزالة الشعر، بتلاقيه كتير بأثر عليهم في مجتمعنا الموجود اللي احنا مسي. خلينا ناخذ اتصال. ألو صباح الخير ليليان، صباح الخير. هلو ليليان، ليليان ليليان بدها تحكي معك أكيد. صباح الخير، صباح الخير ليليان، قطع الاتصال ترجعي تحكينا. الو اذا هلا شو افضل انواع الاجهزه للليزر؟ كثير في اجهزه، احنا ما بنحكي على ماركات الاجهزه الافضل الانواع، يعني نعمل دعايه للليزرات وللشركات العالميه. الضوئي ولا الليزر؟ هو اللايت كثير كثير منيح والضوء كثير منيح، فهمت علي كيف؟ واحنا بنعمل كمان على الليزر ال بي جي، يعني نقول انه له طريقه معينه وبعطي تكنيك علمي كثير كثير وسريع في ازاله الشعر الغير مرغوب فيه على الجسم وعلى البشره كثير كثير. وعندنا الضوء الفلواكسينج واللايتنج والكورتنج هذا والال بي جي، كثير هدول كثير لهم طرق معينه وبنقدر احنا نسهل عمليه وما تخاف الزبونه، ما يعني تقول انه بصير تحسس، بصير احمرار، بصير حكه، بصير كذا، بدنا ثلج، بدنا كذا، هي شغله ساعه ساعه ونص بعدين بترجع البشره بتصفى وبترجع البشره طبيعيه 100%. وبنقدر بعد احنا شهر تقريبا تقولها تراجعي لمن تنشوف الشعر قديش النمو في المنطقة هاي. عندنا كان 200 شعرة، 100 شعرة شفناها اليوم 40 شعرة، اشي كتير معناته 40 شعرة ما 60 شعرة مات وظلوا 40 شعرة، بنقدر نرجع كمان مرة على 40 شعرة نشتغل لهم ال 40 شعرة بعد ال 60، في بتلاقي كمان 30 شعرة طلعوا جداد اللي نقدر احنا خلال جلستين ثلاثة أربعة. يعني معظم اللايت او الليزر نقول لخمس ست جلسات بتنتهي الزبونه وبترتاح وبترتاح من هالوضع. حلو. هلا مسي خليل، الاسئله الشائعه بين البنات دائما انه كل ما الشعره عملت لها شيفنج كل ما نزلت اسرع، طب مش هي عم بتضر بشرتها بنفس الوقت؟ هو انا بنصح اعزائي المشاهدين، يسعد صباحكم، احنا بننصح عدم استعمال الشيفنج. الشيفنج نمو مثل السماد للأرض للشعر، فهذا عم بيعمل للشيفينج، يعني الشيفينج بيعمل شغلات كتير كتير مشاكل، فهمت علي؟ للبشرة بنفس الوقت حتى للجسم عم بجرحوا الطبقة الأولى أكيد من الجلد. أكيد 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 فهمت. أنت بتعملي هيك بعد ست ساعات سبع ساعات عم تطلع الشعرة كمان مرة، بكرة بنعملها في هالطريقة هاي، فبتتعب في الوجه، ببين الوجه أما الجسم ما ببين، فهمتي علي كيف؟ فهون طرق احنا بننصح السيدة والأخت الكريمة عدم استعمال الشيفينج للبشرة.
هلا الشعر السوداء اكيد بتستجيب اكثر زي ما حكينا للليزر، البيضه بدها الضوئي ولا الليزر؟ هذا سؤال بنوجهه كمان لاعزائي المشاهدين. بالنسبه عندنا للشعر السوداء بتستجيب اكثر، بتشربه لللايت، بتحبه لللايت، فهمتي علي كيف؟ اما الشعر البيضاء بدها اكثر مره واكثر مره واكثر مره واكثر مره، وقليل جدا عم بتروح الشعر البيضاء. هلا ممكن ما تروح الشعره البيضاء، يعني بدها ممكن تتعدى ال 15 جلسه وما تروح، يمكن اكثر كمان، اكثر من هيك واكثر كمان. الشعر الابيض صعب يروح لانه فاد حلمه الشعر. نحكي لاخواننا المشاهدين سيداتنا انه الشعره نفسها تفقد ماده الميلامين الموجوده البيضاء من حلمه الشعر، فبتخرج بيضة، بتخرج مثل التلج، فهمتي علي كيف؟ أما في شعرة الملونة بين الأبيض وبين الأسود بتروح شوي، أما الشعر الأبيض فبأخذ عدة جلسات، والطبيب بعرف أكثر مني في المواضيع هذه، فهمتي علي كيف؟ وإحنا كخبراء تجميل برضو عندنا هالفكرة في إزالة الشعر لكي تروح الشعرة البيضاء الموجودة في هالبشرة. إذا بدنا نكمل حوارنا بس ناخذ اتصال. ألو صباح الخير. خير. ألو. ألو صباح الخير. عارف الاتصالات اليوم في ضغط اتصالات، يا سيدي مش مشكله بنستعملها. اذا هلا بدنا يقولوا الشباب عم بيغاوزوا مع البنات، وهلا الشباب هلا في شباب كثير عم بيلجوا يعملوا ليزر، هلا بتنصح الشباب ليحددوا بحيتهم بالليزر؟ 60% من بعض زبوناتنا من الشباب، يعني من السيدات، نقول انه بيجي الشخص بحدد السكسوكه من هون، منطقه الفارغ من هون، هيدا بحدد الشعر هذا اللي بيطلع كثير بين الجفن وبين الخد، هيدا بحدد تحديد، وبتطلع دقنه مرسومه بس باخذها في هالماكينه يعني كل 4-5 ايام، وهيدا ما في شعر نهائيا. وكثير من هالشباب وشباب صغار كمان يعني من ال20 فما فوق، فهمتي علي كيف؟ قصد الشباب الشعوريين جدا اللي بحلق باستمراريه بتلاقي هالشعر عم بيطلع من هون، فهذا احنا بنقدر نحدد له اياها، وبتقدر انه الشعر يروح حتى تحديد الرقبه. استجابتهم اسرع من كتير البنات؟ كثير. نعم الشباب اسرع من السيدات عشان بتكون عندهم الشعر سميكه اكثر. نعم. اما الشعر البيضاء هي بتتعب شويه، يعني صعب شويه تروح في مشتقات الليزر ومشتقات الضوء ومشتقات اللايت، لانه علم الشعر البيضاء علم واسع، وراح احكي عليه حلقه ان شاء الله لقدام شوي، بنحكي عن الشعر البيض كيف بتكون وكيف بروح، كيف الزبونه بتزعل لما بتطلع لها شعره بيضاء، وكيف الزبونه كذا، وهي شعرتين بيض هون وهي شعره بيضاء، فالزبونه بتتاثر كثير كثير من الابيض الايام. هلا بين الجلسه والجلسه ليطلع الشعر، يبدا يطلع راس الشعره، لا في وقت معين لازم تلتزم فيه؟ الست شهريا يعني الست سرق كثير. احنا بنعرف يعني نقول لاعزائي المشاهدين كل شهر هي عم تعمل تكنيك كامل لها، فانا بقول كل ست بدا ظهور الشعره عندها شعره سوداء في الدقن في الشرب في منطقه الخد هون، فهمتي علي كيف؟ بنصح نصيحة تامة لكل سيدات الوطن العربي وسيداتنا الأعزاء في الأردن إنها تراجع الطبيب وخبير التجميل لكي تستفيد منهم، ولكي إنه ما نكمل مشوار الشعر أكثر من اللازم، ما نشوف حالنا اللي عندنا شعرات أكثر من اللازم. هلا مسيو خليل، أنتم الأوائل من دخل الليزر على والله انا العربي، يمكن انا لا بالوطن العربي فيه قبلي، بس انا نزلته تقريبا انا دكتور صديق لإلي، انا يمكن في ال 92 93 بديت اشتغل بالليزر، كنت بباريس واخذت عليه دورات بايطاليا، وعرفت شو طريقه الليزر وطريقه علم تكنيك اللايت والليزر والضوء. اها اذا من 92 دخلت البلد بلش تقريبا هو يستخدموه. احنا عندنا من 92، اما كثر الهرمونات اللي كانت في الشعر بين التشعر والشعر فهي من 80 فما فوق، لانه كل شيء احنا عم نوعية الأكل، كل شيء إحنا بناكله اللي هو الكيميكال، والكيميكال كتير كتير بدور الجسم، يعني أنت تعالي جيبي خيارة حطيها بالبراد ثاني يوم بتصير كبيرة شوي، حبة تفاح بتكبر، حبة هيدا بتكبر، فنوعية الكيميكال الموجود في الخضار وفي الواكه هذا، حتى مع احترامي لإلك يعني الله يشفيهم يا رب، نتمنى لهم الشفاء، حتى أمراض الكانسر من الكيميكال، فهمتي علي كيف؟ لأنه إحنا كل أكلنا كيميكال. كل أكلنا كيميكال، حتى الهواء بدناش نقول صار كيميكال، فهمتي علي كيف؟ يعني كل الحياة اختلفت من القروية للمدينة للكذا، تعالي لستاتنا امي وامك صعب تلاقي عندها شعر، ما في صعب، تعالي لجداتنا صعب تلاقي شعر. انا عملت بحث علمي ودرسته في الجامعات وبالمعاهد، وحضرت اكثر من 10 محاضرات عن ازالة الشعر الزائد، انه ازالة الشعر بدا في الوطن العربي من سنة 80 فما فوق. على فكرة لاحظت هالشغلة، هذا الحكي الموضوع
جداتنا بتلاقيهم ورجع على حلوه كثير بشرتهم. اوكي يعني ورجع على ستاتنا، ارجع على سيداتنا امهاتنا، يعني الجيل اللي قبلنا شوي بتلاقي شعرهم طويل لهلا وشعرهم كذا وشعرهم منيح وشعرهم لا في فراغات وشعرهم لا هذا. فهمتي علي؟ كل ما كانوا كمان كتير يعني كل ما في كيميكلز زمان كان. مش كيميكلز، كانت اللي عندها شوية هيك تزرع ببيتها، عندها مزرعة، عندها هذا، فأكلها موجود منها وفيها. فهمتي علي كيف؟ فأنت ما بتعرف، أنت هلا افتح البراد عندك افتح البراد عندك ما بتعرفي شو بتاكلي، ما بتعرفي عن جد، صدق بيني يعني صدق ما بتعرف الواحد شو باكل. فهمتي علي كيف؟ أما إحنا الكيميكال جوا دارنا شخصيا. أكيد يا ريت نرجع لأيام القبل، أفضل لإلنا وأجمل لإلنا وأحلى لإلنا، وما في شعر ولا في إزالة شعر ولا في كذا. بتلاقي وجه البنت مثل هالقمر، وجه البنت مثل هالشمس، حلو كتير مشرق هيك. اليوم بتلاقي وجوه صبايا تعبانة كتير 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 من مستحضرات التجميل. مستحضرات التجميل الغير مصنعة علميا هذه عم بتضر ضرر كبير كبير للبشرة. هي مبالغ بسيطة كتير ومبالغ بتكون مركبة. لا والله في مبالغ عالية بس بتكون يعني تقليد للشيء هذا. فهمتي علي كيف؟ في يعني الست برضو ليش بيطلع الشعر كمان؟ نرجع نقول ليش بيطلع للبشرة. الست ما بتشرب مية كتير، ما بتتنفس كتير لبشرتها. أنا بنصح كل سيدة تشرب اليوم 5 كاسات مي لها. إحنا حكينا مشاهدينا في الحلقات الماضية إنه لازم أول ما تص على القليلة أول ما تصحي 2 كاسات مي لا تنشط الدورة الدموية. والله هذيك اليوم شفت شعر على لساني، والله العظيم أعزائي المشاهدين، والله والله أعجبتني حالي، شعر على لسان لها. والله أجاني شعر 2 سنتي عندي بالمركز، عندي في بيوتي سنتر خليل السيد، والحمد لله قدرت أسيطر عليه وراح الوضع هذا. فكلياته أكثريته أنا بحكي من الأمراض اللي بنشوف الموجودة إحنا، وعنا الكورتيزون والغدد الدرقية ومشتقات الأدوية، وكل واحد تعب خد لك الحبة هالدواء، خد لك الحبة الدواء، أمي هذه منيح عرفت لك لوجع الرأس، هذه للمعد، ما بتعرف، لازم تستشير طبيب. بدون أي استشارة يعني لازم تستشير طبيب في الشغلات. ما بعرف تركيبة الدواء شو هي، فيها كورتيزون، طب كريم يمكن هذا الكريم وصفه الدكتور لا عدة حالات. فهمت علي كيف؟ نعم منيح نعم لإلها نعم مش منيح لإلي، لأنه لازم نشوف دائما تركيبة الأدوية أو تركيبة الكريمات اللي عم نحطها على وجهنا لنشوف فيها كورتيزون ومشتقاته أو ما فيها.